بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول حاجة يعني كل سنة وحضراتكم طيبين وتسابونا طيب وكل الشعب في كل العالم، وبصلواتكم ربنا يرفع عن العالم يا رب الغلاء والوباء وسيف الأعداء. وأنا بقول لكم يعني أنتم محظوظين بأبونا يوحنا، وربنا يبارك خدمته ويبارككم كلكم إن كنتوا تساعدوه يخدم أكتر. هنتكلم يعني شوية دردشة عن التسبيحة، وخصوصا احنا في شهر التسبيح. لكن السؤال الأول يعني ايه الإنسان عشان يسبح ربنا؟ يقول له أنا تراب ورماد وشرعت أن أكلم المولى. يعني من حنان الله أن يفتح لنا باب اسمه باب التسبيح عشان نخاطبه بيه. يعني احنا المصدرة وغير الموجود عشان نقف نتكلم مع ربنا، دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا، ربما تكون يعني واقفة، لكن لما نتأمل فيها واقفة، يعني واقفة كبيرة. احنا لما بنقف قدام واحد يعني شوية رتبة علمية أو رتبة مدنية، بنبقى شوية محترمين، وغير يعني لو اتكلمنا مع واحد زي حالاتنا، غير لما نتكلم مع واحد يعني له رتبة أو له مكانة، بنبقى فيه شوية خضوع وشوية احترام. والتسبيح ده بيخلينا نقف ونتجاسر إن احنا نقف مع ربنا بكل حب وبكل فرح. على رأي حد من الآباء سيدنا رافائيل المرة، يعني لما يكون الملك حول الناس والرتب، ويجي واحد كده يخش عند الملك ويكلمه في ودنه، فالناس تسأل ده مين اللي داخل، يقولوا له ده ابن الملك. فالتسبيح بيخلينا أولاد الملك، بنخاطب أبونا. يقول إن زمان ما كانش فيه صلة بين الأرض والسماء في التسبيح، العلامة الوحيدة اللي كانت بين الأرض والسماء هي الدم والريحة، الريحة اللي مش حلوة. بدأ التسبيح في عهد داود النبي وقسم فرق، وزي ما احنا عارفين إن داود ده كان راجل عازف وكان هاوي، وربنا كان منمي عنده الموهبة دي. والكتاب المقدس بيقول لنا يعني أحدين أحد فليصلي، المسرور أحد فليرتل. كأنه بيقول إذا أنت فرحان كلم ربنا، يعني ما تكلمش حد غير ربنا، لو إني أخشى إن إحنا يكون آخر واحد نكلمه هو ربنا، ده يصعب عليه خالص. يعني ممكن نكلم كل الناس ونقعد بالساعات مع كل الناس، لكن ربنا يعني نديله الفتات، يصعب عليه خالص. أي تسبحة عبارة عن 3 حاجات. أول حاجة مزامير، أو أي صلاة، يعني صلاة العشية أو باكر أو تسبيحة نص الليل، دول المكان الأوقات اللي بنسبح فيه، يا بنسبح في العشية يا بنسبح في باكر يا بنسبح في نص الليل. ومثلا صلاة عشية، هنصلي صلاة عشية، يبقى قبل صلاة عشية يسبقها المزامير ويسبقها التسبيحة، تسبيحة عشية، وبعدين رفع بخور عشية. وفي باكر بنصلي مزامير باكر، تسبيحة باكر، رفع بخور باكر. ونص الليل بنصلي مزامير نص الليل والتسبيحة. وفي نص الليل نلاقي زي ما احنا عارفين بنصلي 3 خدمات، أو بيسموهم 3 هجعات أو 3 هزيعات، هزيع الأول الثاني الثالث. بنبدأ بالمزمور الأول الكبير، وده بيكلمنا عن الشريعة والناموس والأحكام. خش على الهزيع الأول نلاقي الإنجيل بتاع، فاكرين نص الليل الإنجيل الأول بيتكلم عن إيه؟ أو الإنجيل بتاع الخدمة الأولى بيتكلم عن إيه؟ فاكرين؟ بيتكلم عن العذارة، كأنه بيقول خدوا بالكم يا جماعة إن في ناس بتيجي الكنيسة وتواظب وتعمل وتسوي، لكن هتطلع جاهلة في الآخر،
ازاي؟ لاني كان الارتباط مش ارتباط حقيقي بربنا، فبينبهنا يقول خدوا بالكم، انتبهوا كويس قوي علشان تبقى قلوبكم عذراوية لربنا، انتوا عايزين ربنا بس مش عايزين حد تاني. والهزيعة التاني بيتكلم عن المرأة الخاطئة، يعني طالما احنا عايشين في العالم يبقى ننتبه ونتيقظ ونتوب باستمرار. الكنيسة بتسمي حياتنا على الأرض حياة توبة، يعني بعض الطوائف تقول احنا خلاص يعني احنا آمنا بالمسيح مفيش حاجة تاني لا، نقول احنا كل يوم معرضين ان احنا نخطئ، وكل يوم ان احنا بنقول محتاجين لتوبة ربنا. والكنيسة بتعلمنا في كل صلاة وفي النهاية نقول يا رب ارحم، وفي نهاية التسبيحات نقول مرحمك يا إلهي. طب ليه ما انت لا، يقول لك لا، حياتنا على الأرض حياة توبة مستمرة. إنجيل الهزيعة الثالث أو الخدمة الثالثة بيقول أيها لا تخف أيها القطيع الصغير، وكأنه بيقول لنا خدوا بالكم ربنا عايز يديكم الملكوت. يبقى في الإنجيل بتاع الخدمة الأولى خليك فعلا يعني مرتبط بربنا وقدم توبة باستمر في الهزيعة الثاني، واستعد عشان ربنا فرحان إن يديك الملكوت. ناخد بعض المصطلحات عشان واحنا بنقول كده. هوس يعني تسبيح، ثيوتوكوس يعني ثيوتوكوس، يعني كلمة مشتقة من ثيوتوكوس ويعني دي والدة الإله. ويقول الآباء لو حد عايز يفهم العقيدة كويس يركز في الثيوتوكيات. يعني تسمع ناس يعني الكنيسة الأرثوذكسية بتهتم قوي قوي بتوريث العقيدة، بأن هي بتورث أولادها العقيدة، تديهم في المحاضرات التجسد الفداء الثالوث علشان يبقوا كده يعني واعيين إيه هو ده وإيه هو ده. يعني بعد طواف تاني ما تركز فتلاقي لخبطة في الأفكار، ودي ممكن نلاحظها كتير قوي 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 في بعض المتكلمين، ان مثلا مين هو الله، من هو ابن الله، ايه اللي خده في التجسد وهكذا. يعني مش هنخش في التفاصيل، لكن انا بقول اللي عايز يفهم عقيده كويس يقرا الثيوتوكيات بتركيز. يعني احنا خدنا هوس يعني التسبيح، ثيوتوكوس كلمه مشتقه من ثيوتوكوس يعني والده الاله، ابصاليه يعني ترانيم، ودي خاصه بالمسيح ترنيمه بس بنقولها للمسيح بدل الترنيم العادية بنقول له ترنيمة خاصة بيه. الزوكسولوجية يعني تمجيد. طب ليه إحنا يا أبونا بنسهر في شهر كياك؟ لأن الكياك ده بينتهي بيوم 29، وده يبقى يوم العيد، فعلى الأقل نستعد قبل العيد اللي هو الشهر اللي قبل العيد، نحول قلوبنا إلى سماء يقدر يتولد فيها المسيح. طب وضعوا ليه الثيوتوكيات؟ قال لك سنة 431 جه واحد اسمه نسطور قال لك لا، ما نقولش على العذراء والدة الإله، والدة المسيح أو والدة الإنسان يعني، لكن الإله إيه ده؟ ده أنت راجل لك مكانة كبيرة في الكنيسة. الكنيسة عملت مجمع بقيادة القديس كرولس الأول، وطبعا اتحرم نسطور ووضعوا الثيوتوكيات دي، ووضعوا كمان مقدمة قانون الإيمان اللي هو نعظمك يا أمنا للحقيقة، ووضعوا بقى الثيوتوكيات دي. والثيوتوكيات دي فيها إحنا بنمجد العذراء، مش بنمجد العذراء الشخص العذراء، لكن بنمجد العذراء لأنها مرتبطة بالمسيح. دايما كل لفظ للمسيح بتاخده أمه، يعني المسيح نور هي أم النور، المسيح مخلص هي أم المخلص. طب ليه الليل؟ شو معنى الليل الناس بتسبح؟ يقول لك الليل ده بنبدأ فيه بنقول تين سين، وده معناها قوموا يا بنو النور، قوموا يا بنو النور يعني أولاد النور. الناس نايمة وإحنا نقوم، أنتوا أولاد نور مش أولاد نوم، مش أولاد خطية. وبعدين بنفضل نسبح لغاية زمان، كان بيفضل يسبح كده لغاية النور ما يطلع اللي هو شمس البر، وتيجي بقى نقول مزامير باكر، ومن ضمن المزامير نقول أيها النور الحقيقي الذي، وكأن دخلنا الكنيسة في الظلمة لغاية ما أشرق علينا نور المسيح في الصبح. طب الليل يقول لك لما واحد مخطوب واحدة مخطوبة يقعدوا الليل كله، والأهالي تزعل يا أولاد ناموا، وهم برضو مش راضين يخلصوا حكاية.
اهو دي برضو احنا بنحكي بس مع العريس، النفس اللي هي العروس بتحكي مع العريس بتاعها طول الليل، وده بيدينا اشتياق نحو الحبيب. لو واحد ما بيحبش حد يقفل معاه المكالمة من اول دقيقتين، طب اي خدمة، مع السلامة. لكن لو هو بيحبه يلا يفتحوا في مواضيع، فاحنا بنفتح في مواضيع تسبيح مع المسيح لان احنا بنحبه. ندخل بالشموع البسيطة وبعدين لغاية ما نور الفجر يطلع كده ويبقى جميل. التسبيح حالة من، يا إما إحنا بنبقى موجودين في السماء يا إما السماء بتنزل لينا، وده اللي بنقوله في القداس الغرغوري، بنقول الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر. وبنقول له إحنا بنرسل لك تسبيحة الغلبة والخلاص الذي لنا، هو للبشر يعني. ونقول له احسبنا يا رب مع القوات السمائية، يعني احسبنا معاهم بقى. واحنا في التسبحة بنطبق المزمور اللي بيقول جزنا في الماء والنار واخرجتنا الى الراحة. جزنا يعني مشينا في الماء اللي هو بنبدأ بيه بالهوس الاول اللي هو تسبيحة موسى، والنار اللي هو الفتية الثلاثة، وكأن احنا بنتذكر ان احنا سواء ماء أو سواء نار ربنا هيخرجنا إلى الإيه؟ إلى الراحة. التسبيح دي كلمات جميلة فيها نغمات حلوة، وإحنا بنكلم ربنا لأن بنحبه، فعايزين نقعد معاه أكتر ونتعزى بالكلمات اللي إحنا بنقولها له. إيه ترتيب التسبيح؟ التسبيح بتبدأ بتنسينو، ودي معناها قوموا يا بنو، ودي بنتذكر فيها ما حدث مع آدم. يعني خدوا بالكم الترتيب اللي هنقوله، يعني كأننا بنقرب من ميلاد المسيح. يعني السنة دي 5500، بنتذكر ما حدث في 5500 قبل الميلاد اللي هو حينما آدم سقط، واللي احنا بنقوله بعد 5500. بعد كده يبقى ده تنسينه رقم واحد. ورقم بعد كده الهوس الأول. الهوس الأول ده يعني معناها إن إحنا قدام موقف صعب. لو إحنا في يعني ربنا قال لموسى يا موسى ارحل، يعني اعبدني في مكان تاني، سيب المكان اللي أنت فيه. حاضر، مشي موسى والشعب. فرعون عرف، جري ورا موسى، قدامهم البحر وراهم فرعون، يعني ميتين ميتين. طب نعمل إيه يا رب؟ قال له معاك ايه اللي في ايدك يا موسى؟ قال له ده حته عصايه. قال له اضرب البحر. يعني اضرب البحر ده كلام يعني يقول عقل يا رب؟ لكن موسى صدق، ضرب البحر، يقول صار فيه مسلكا. اذا العصا في ايد موسى تختلف عن العصا اللي في ايد موسى بس مسكها ربنا. يعني الواحد يقول لك لما واحد يمسك عصا يقعد يخبط في الميه يغرق، يقعد يغرق نفسه، لكن لما ربنا مسك العصا اللي في ايد موسى وشق بيها البحر صار البحر طريق، حاجه جميله. وكأن الله بيقول لنا اي حاجه في ايدك اديها لي وانا هستخدمها تبقى نافعه. لو هي مش هتجيب فايده معاك لكن انا اخليها تجيب فايده. الهوس الاول ده عباره عن يعني تعارف على الله، اتنين بيتعرفوا على بعض، وخصوصا ان الشعب ما كانش يعرف ربنا قوي قبل العبور. يعني يسمع، يعني ما فيش نوع من انواع انه ده ربنا فعلا. احنا يعني ما شفناش حاجه كبيره قوي تدل على كده. شافوا الضربات، لكن اكتر حاجه شافوها ان هم عبر البحر. وبعدين لما احنا نشوف الهوس نفسه نلاقي التسبيح عبارة عن نغمات واطية وعالية، واطية وعالية. يعني ممكن نبدأ عالي وننزل واطي زي الهوس الأول، أنهي فوليم بشد يا خريستوس وأغصص بيقليل ويا جبف ما شوب شائني. بدأنا عالي وهدينا وكأننا احنا كنا في السماء ونزلنا. الهوس الثاني بنبدأ واطي جايب ابنها شو بشعيني، دي النهاية. وكأني فلوس الأول نبدأ عالي وننزل واطي، كنا فوق ننزل تحت. التاني بنبدأ واطي ونطلع لغاية ما نبقى في السماء. عشان كده
الهوس الأول يسموه تسبيحة المنتصرين أو هوس المستحيلات، هنموت لكن ربنا نجانا، الحاجة اللي كانت هتضرنا ربنا حولها لخلاص. والهوس الأول يشير إلى المعمودية، وفي نهايته يقول طبعا لما فرحوا يقول أخذت مريم أخت هارون الدف بيديها وقالت فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمكن، وكأني بعد الخلاص احنا بنسبح. وفي الترتيب العادي، في الترتيب يعني في الترتيب الايام العاديه بنخش على الهوس الثاني، لكن بيقسموا بقى اللي يعني الترتيبات في كياك. يبقى احنا قلنا الترتيب الاول تنسين، بعديها الهوس الاول، بعديها بيقولوا الساوتوكيات بتاع الايام، فبياخدوا الاثنين والثلاث بعد الهوس الاول. وبعدين نخش على الهوس الثاني اللي هو بيسموه هوس الشكر، بنشكر ربنا انه نجانا، كنا هنموت وربنا نجانا، شكر كل شكر. ودي اقل حاجه نقدمها لربنا بعد اي عمل المفروض نشكره. يعني احيانا احنا نشكر كل الناس الا ربنا. احنا قلنا التنسين 5500، الهوس الأول موسى النبي 1500 قبل الميلاد بنقربه، الهوس الثاني اللي هو مزمور 135 و136 متاخد من مزمور 135 136، وده بنقول فيه فنشكر يعني فنرتل مع داود. طب داود فين؟ في الأرض ولا في السماء؟ يعني في السماء، يبقى احنا يعني طالعين جايين على السماء، فبنتذكر داود اللي هو بينه وبين المسيح 1000 سنة قبل الميلاد بنقرب. يبقى 5500 ده تنسينه، 1500 الهوس الأول موسى النبي، 1000 ده داود النبي اللي هو في بنتذكر داود النبي في الهوس الثاني، واحنا في الهوس الثاني بنتذكر ان احنا موجودين في السماء. وزي ما قال الذي اعطى الذين على الارض تسبيحه الشاروبيم اللي هم موجودين في السماء. الهوس الثاني شكر يعني افخارستي، والشكر ده معناه ممكن يطلق على القداس اللي هو التناول، فكأن بعد المعموديه بنخش على التناول. اي واحد يعمد بعدها بيتناول، العيل يتعمد يعني وفي نهاية القداس يتناول، وكأني لا يمكن إن احنا نقدر نتناول بدون معمودية. أنا عايز أتناول يا أبونا، ماشي يا حبيبي، بس أنت معمد ولا؟ يقول لي لا مش معمد. يقول له ما ينفعش، لازم نول نبقى من أبناء ربنا عشان نتعمد، وده بيدينا البنوة. احنا بنبقى أبناء لآباء جسديين، لكن بالمعمودية بنبقى أبناء لربنا، أبناء بالروح. وبعدين بنتناول عشان نبقى من شعب ربنا. احنا قلنا التاني تنسينه، بعدين الهوس الاول، وبعدين سأتوقيت الاثنين والثلاث، وبعدين نخش على الهوس الثاني. بعد الهوس الثاني بنقول سأتوقيت الاربع والخميس. متابعين معايا ولا نمتوا؟ يا ريت اللي عنده اسئله وتعليقات يا جماعه، ابونا هيفرح بالمشاركه بعدين. يعني انا بس بعيد علشان اقدر ما ننساش. بعد كده بنخش على الهوس الثالث. الهوس الثالث ده اللي هو التسبيحه بتاعته من دانيال 3 اللي هو الفتيه الثلاث، وده 500 سنه قبل الميلاد، وبيقول منهم المجوس او من اسلهم المجوس اللي جه زار المسيح. وكأن إن إحنا بعد ما عبرنا البحر وشكرنا ربنا يعني تعمدنا وتناولنا، الشيطان مش هيسيبنا، لازم يحاربنا، بنخش في تجارب بقى. وده اللي بتعملوا لنا الكنيسة برضو في الصيام الكبير، بعد ما نتجرد وبنخش على التجربة، وكأن بيقول لنا طالما أنت يعني عايز تعيش مع ربنا مش هتعيش بدون تجارب، لكن شكرا للتجارب لأنها بتورينا إيد ربنا. مش ممكن نشوف ايد ربنا قوية الا وقت التجربة. حتى في الهوس الثالث لما احنا نشوفه نلاقي يعني ان اللي بيرموا الفتية الثلاثة ثيابهم اتحرقت وهم ما جرى لهمش حاجة،
وهم بيسبح بيقول أنانياس أزارياس، وكأني لغة الحزن خلاص ده هيموت خلاص. لكن لما يشوفوا وهم جوه الرابع ده، بص 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 يا أنانياس، بص يا أزارياس، ده مين ده؟ ده الرابع شبيه بابن الآلهة. يقولوا ها، ويقولوا التسبيحة اللي هي فيها الفرح بقى، وكأنه بيتنقلوا من الحزن للفرح، والكنيسة بتاخدنا من بعد لغة الحزن إلى لغة الفرح. والهوس الثالث بنشوف فيه ست أرباع بنقول مبارك أنت يا رب في عرش ملكك وهكذا، والستة الباقيين نقول بارك أيتها السماوات والخليقة كلها، والستة التانيين بنقول فيهم إن الجبال، وبعدين ننزل من الجبل نلاقي النباتات والبحار وهكذا. بعد ما خلصنا من الورس الأول والثاني والثالث بنقول ده أنت بما إنك خلصت الفتية الثلاثة يبقى نتبعك بكل إيه؟ قلوب، ما نسيبكش، ده احنا كنا فين وبقينا فين. ونتبعك دي بتقول، بنقولها أو بتقولها الكنيسة بالخمس طرق، يعني هي والمجمع وختام الصوتوكيات والزوكسولوجيات بالخمس طرق، سنة وكياهك صيام شعانين فرايح. بعد نتبعك بنخش على المجمع عبارة عن 45 ربع، في نهاية كل ربع بنقول له واغفر لنا خطايانا، شفاعتهم واغفر خطايانا وهكذا، وكأني بنقول له من أجل دول اغفر لنا خطايانا. يسمع ولا ما يسمعش؟ أكيد يسمع، لأن دول يعني سمعوا لي فهو بيسمع ليهم. خدوا بالكم إن إحنا في المجمع إحنا بنقرب برضو، إحنا كنا بعيدين وبعدين اتعمدنا وبعدين دخلنا شوية، في كل مرحلة بنقرب من الهيكل. فالمجمع ده نقدر نقول إنه حجاب الهيكل اللي عليه الأيقونات، عشان بعد كده هنخش الإيه؟ هنخش الهيكل اللي هو فيه الهوس الإيه؟ الرابع. بعد المجمع بنقول سأتوقيت الجمعة والسبت، يبقى بعد الهوس الأول قلنا الاثنين والتلات، بعد الثاني بنقول الأربع والخميس، بعد المجمع بنقول الجمعة والسبت، بعد الهوس الرابع يعني بعد الجمعة والسبت بنقول الهوس الرابع، يبقى احنا جوه السماء بقى بنقول سأتوقيت الحد، يبقى ده الترتيب اللي احنا بنقوله في الأيام العادية. أما الإبصالية زي ما قلنا دي ترانيم للمسيح، لما نشوف الإبصالية مثلا كلها بتخاطب المسيح، يوم الحد بنقوله طلبتك من عمق قلبي يا ربي يسوع أعني. طب يوم السبت بنقول أعطى فرحا لنفوسنا تذكر اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح. عندنا نوعين من الإبصاليات يعني، وانت مغمض كده يا ابونا احنا بنتلخبط في الابصاليه ما بنعرفش الطريقه. يقول لنا احنا عندنا ابصاليه ادام وابصاليه واتس. ابصاليه ادام دي على وزن اجيوس، طب تتقال امتى؟ يوم الحد والاثنين والثلاث. فاول ما نشوف ابصاليه نقول اجيوس سوس اجيوس شيروس أجيوسا ساناتوس أمين الليلويا، يبقى دي الأدام على وزن أجيوس. طب واليوم الباقية؟ احنا خدنا حد اتنين تلات تعتبر أدام، قال أربع وخميس وجمعة وسبت تعتبر واطس، يعني على وزن يا ابونا على وزن العليقة التي راها موسى النبي في البرية والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأزية. دي الإبصاليات، بنوعين من الإبصاليات، يا إما أدام يا إما واتس. الأدام يمتى أبونا؟ حد اتنين تلات على وزن إيه؟ أجيوس. طيب والواتس يمتى أبونا؟ أربع خميس جمعة سبت على وزن إيه أبونا؟ العليقة. طب أما ليه السؤتوقيات دي؟ السؤتوقيات دي اللي بنقول فيها العقيدة اللي هي خاصة بالعقيدة. بنقول مثلا يوم الأربع، ناخد يعني أجزاء بسيطة، يوم الأربع بنقول إيه؟ تطلع الأب من السماء فلم يجد من يشبهك أتى وتجسد منك، يعني الأب نظر من السماء ما لقاش حد زيك فجي منك.
وكأن احنا بنقول ان العذراء والدة الاله، يوم الخميس لم يزل الها اتى وصار ابن بشر، هو الاله لكن صار ابن بشر. طب يوم الخميس الساتوقية اخذ الذي لنا واعطانا الذي له نسبح ونمجد ونزيد ده يوم الجمعة. طب يوم السبت نقول في الساتوقية السلام لك يا ممتلئ نعماء، السلام لك يا من وجدت نعماء، سلام لك يا من ولدت المسيح الرب معك. دي الساتوقيات. يبقى احنا خدنا الترتيب، اعيده تاني لعل حد يكون يعني فاته حاجه، نقول تنسينه، نقول الهوس الاول، نقول ساتوقيه الاثنين والثلاث، بعدين نقول الهوس الثاني، بعدين نقول ساتوقيه الاربع والخميس، وبعدين الهوس الثالث والمجمع جمعة والسبت، وبعدين نقول الهوس الرابع، وبعدين ساتوقيه الحد دي الطويله بقى، وبعديها بنختم عند مجيئك الثاني نكون مستحقين. احنا سبحنا استعدينا، بنقول عند مجيئك الثاني نكون مستحقين سماع ذلك الصوت، تعالوا الي مبارك. وفي الاخر نقول له ما تنساش يا رب ارحمنا، انت ابونا اغفر لنا خطايانا. وعشان نسبح لازم نسبح بالروح والحق وفي هدوء وتركيز، وبعدها بنخش السماء لما احنا بنتناول ونتحد بجسد الرب ودم. اشكركم واشكر اتسابونا، غير مستحق ان انا يعني اتكلم في وجود ابونا، وربنا يبارك في خدمتك ابونا وتعيش وتعلمنا. عفو ابونا شنودة، واتسك باركتنا وعلمتنا وشرفتنا يا ابني. العفو. مبسوطين خالص ان قدسك باركت اجتماعنا الصغير النهارده. يا بركه ابونا بركه، ربنا يخليك يا ابني. احبائي لو حد عنده سؤال او استفسار لقدس ابونا في الموضوع، حد عنده سؤال بخصوص تسبيحه 7-4 تسبيحه كهكيه، قدسك تجيبهم، قدسك تجيبهم مره وتزورنا، ده السؤال. انا نفسي اجي يا ابي، بس احنا في وينشستر على حدود ويست فيرجينيا، بس من عندنا للكنيسه حوالي 4 ساعات يا ابي. لا احنا بالسياحه تبقى قليله ابونا. خلاص ربنا يدينا نعمه السياحه. كنيسه ابونا في يعني في ويست فيرجينيا، بس في الوسط المنطقه اسمها تشارلوت يا ابي. تشارلستون. حد كان عنده سؤال؟ بعد إذن قدسك يا ابونا شنودة. تفضلي. أنا كنت بقول، هو بسأل يعني هل المفروض الطبيعي إن في شهر كيهك لو الوضع مثالي جدا يعني في الكنائس إن كل يوم يكون في تسبيحة يومية داخل الكنيسة، يعني ما تتجمعش كده في يوم أو في يومين خلال الأسبوع، يعني ده الوضع الطبيعي في الكنيسة قبل كده أن يومياً يكون في تسبيحة يومية في الكنائس؟ مزبوط، هو سؤال جميل، لأن احنا بنسميها 7-4. 7 يعني 7 ساتوقيات، وكأن كل يوم ساتوقية، وأربع هوسات يعني اللي هو قلناهم دول، وكأن الكنيسة بتقول لنا أن 7 أيام يعني الخليقة كلها، والأربع هوسات يعني في جميع الاتجاهات، الخليقة كلها في جميع الاتجاهات تسبح الله يوميا، اللي هي 7-4 دي. لكن يعني نظرا للظروف الناس بتحاول يعني تختصر أو تجمعهم في وقت واحد، لكن يعني احنا كنا بنعملها مثلا أحيانا 3 أيام في الأسبوع في مصر يعني، وبنقسمهم يعني، وبناخد بركة، بيبقى برضو يعني لما بيتقال كله على بعضه غير لما يتقال مقسم، يتقال مقسم بيبقى فيه شوية تركيز يعني. شكرا لك. ايش تعلم يا ابي؟ هو قدسة كابل، الكنائس اللي كانت لسه بتعمل نظام 7-4 اللي هو تجمع تسابيح الأسبوع كله تقوله في يوم واحد، ده كانوا بيعملوا العشية يوم السبت الظهر ويستمروا لغاية قداس يوم الحد.
لأن كانوا بيبدأوا بتسبيحة العشية كيحكي وبعدها تسبيحة السبعة أيام ورا بعض. طبعا تجميعة ربما نشأت في عصر من عصور الكنيسة المتأخرة كان صعب أن الناس تروح كل يوم، لكن دلوقتي مع المعرفة وكده بنسميها سبعة أربعة لسه، بس زي ما أبونا شرح لنا بنصلي ما يخص كل يوم في الأيام اللي بنتجمع فيها، وساعات بنعمل استثناء، يعني مثلا العليقة دي محبوبة جدا بتاعت يوم الخميس، فبنقولها رغم السبت، ممكن نقولها في أي وقت السبت رغم ان يعني صحيح. يعني احنا يعني هو التسبيح قدسك حليني يعني معناه شركة، واللي بيفرح الناس بنقوله يعني بنقوله يعني ما فيهاش خطية ان نقول بتاع يوم في يوم تاني او تسبيح، لكن الشعور ان انا فرحان وانا بسبح افضل من ان انا بقول نفس اليوم لكن ما عندي الشعور. صحيح جدا ابونا. وقدسك كمان جت موضوع الأغابي ده، ان الناس ما كانتش تروح لان كانت بتقعد فتره طويله، فكان يجيبوا أغابي والناس تاكل وتشرب شاي وتكمل بقى للصبح في يوم السبت، يعني بدل ما يروحوا بيتهم. وطبعا كانت الكنائس كمان بعض منها على مسافات فمش هيقدر يرجعوا، فيعملوا لقمه الأغابي دي مثلا قبل ما يعني قبل الاحتراس بشويه عشان القداس، وياكلوا ويشربوا شاي وياخدوا ريست شويه ويكمل. احنا في الشبرا يا ابي كنا بنبدا من بعد العشيه لغايه 12 ونص تقريبا مساء، وعند 10 مساء نطلع كل شعب الكنيسه اغابي، نفرق سندوتشات وفاكهه. طبعا الشعب بيبقى مئات، بيبقى الناس واقفين على رجليهم في حوش الكنيسه مالين الكنيسه، ورغم ان الاكل بسيط يعني فول وطعميه وبطاطس وكده، الناس بتفرحانه قوي يعني. صحيح احساس الاغابي مع بعض، احساس ان احنا يعني ابيك فاميلي. تمام يا ابي. ايام جميله، بس حتى السنه دي ما في مصر ما فيش تسابيح في الكنيسه، يعني في القاهره واسكندريه ومعظم البرشيات. الواحد بيقول يعني اكيد ربنا ليه قصد، لاني يعني ايه الفيروس ده؟ حاجه لا ترى بالعين المجرده زي ما قدسك عارف وحضراتكم عارفين، لكن يعني لا ارهاب قفل كنايس، ولا يعني في الوقت اللي كان الارهاب فيه زياده في عزبه النخل عندنا ما كانش يبقى فيه يعني مكان لانك ترمي دبوس زي ما بيقولوا، فعلا كان العدد مضاعف مضاعف مضاعف. لكن الفيروس ده عايز يدينا درس، ما هو بسماح من الله بس برضو عايز يدي درس للبشريه، يعني خدوا بالكم ركزوا. يعني ربنا يرحمنا يا ابي، ان شاء الله بالصلاه يا ابي هيتفك بصلوات قدسك، هيتفك الدنيا افضل. امين يا ابي بصلوات قدسك، قربت يعني قربت هانت ان شاء الله يا ابو بصلوات قدسك. اختم لنا بالصلاه والبركه يا ابي، تفضل قدسك. تفضل انا بدات قدسك. تفضل قدسك يا معلش. ما انا لا انا بدات صلاه، خلاص تفضل. يا ربنا يسوع المسيح نشكرك من عمق قلوبنا على تجسدك يا رب من أجل خلاصنا ومن أجل أنك تبارك طبيعتنا. نشكرك على هذا الشهر الجميل، شهر التسبيح. ارفع قلوبنا إليك، ادينا يا رب أن نسبحك بالقلب وبالذهن وبالفكر وبالحواس كلها، واعطينا يا رب أن نفرح بالوجود في حضرتك. نشكرك يا رب على اجتماعنا هذا، عوض أبونا الحبيب أبونا شنودة عن تعبه معانا، وبارك خدمته وأسرته وكنيسته، بارك كل إخواتي يا رب الحاضرين هذه الخدمة، احفظنا في اسمك واقبلنا يا رب غني لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفاية لنا أعطينا اليوم، لكن نجنا من الشرير وما تحصنا يا رب، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. قدسك تصرفنا بالبركة يا أبي بقى. من فم أبي الآن محبة الله الآب نعمة الإبن الوحيد شركة موهبة تكون أمضوا بسلام. سلام الرب يكون معك. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وقتك طيب يا أبونا، مع روحك أيضا وقتك أيضا على المحبة. سكننا بإذن المسيح وقتك تشرفنا تاني قريب يا أبي، تعيش يا أبونا. حلن يا أبونا حلن، تعيش يا أبونا. سلام عليكم. سلام لكم جميعا. سلام سلام. كل سنة وقتك طيب، وكل سنة وقتك طيب، وشهرك يا مبارك وبركة الله.